استهدف الطيران الإسرائيلي معبر المصنع الحدودي مع سوريا، مما أدى إلى قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا. وفي سياق متصل قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قالت إنها تواصل استقبال السوريين العائدين وتقدم لهم كل أشكال الدعم والمساعدة. لنشاهد. بالتزامن مع تصاعد حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي معبر المصنع الحدودي مع سوريا، مما أدى إلى قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا. وزير النقل اللبناني علي حمية قال إن الضربة إسرائيلية وقعت صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا، ما تسبب بقطع الطريق عن مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي. وسبق أن هددت إسرائيل باستهداف المعابر الحدودية مع سوريا، متهمة حزب الله باستخدام تلك المعابر لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، فيما أكد وزير المالية اللبناني أن جميع المعابر الحدودية تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية. وخلال الأيام الماضية شهد معبر المصنع عبور الآلاف من النازحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان إلى الأراضي السورية هربا من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان. وبحسب إحصاءات الحكومة اللبنانية عبر أكثر من 300 ألف شخص، الأغلبية العظمى منهم سوريون، من لبنان إلى سوريا خلال الأيام العشرة الماضية للفرار من القصف الإسرائيلي المتصاعد. ومع استمرار توافدهم، أكدت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا استعدادها لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين القادمين من لبنان. من أمام معبر الطبقة قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية أفين السويد إنهم يقدمون كل ما لديهم من أشكال الدعم والمساعدة لاستقبال القادمين من لبنان، وذلك رغم الضغوطات الكبيرة المتمثلة بالهجمات التركية المتكررة على المنطقة والحصار المفروض من قبل دمشق. وأشارت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية أن الجهود التي تبذلها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تتم بالتعاون مع ممثليتها في لبنان لعودة السوريين والسوريات من هناك على خلفية الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وحول هذا الموضوع معنا من بيروت الدكتور سماهر الخطيب، دكتوراه في العلاقات الدولية. مساء الخير. مساء الخيرات، يعطيك ألف عافية يا رب. حول أسباب استهداف إسرائيل لمعبر المصنع، ما رأيك دكتورة؟ بالتأكيد يعني اليوم العنجهية الإسرائيلية اليوم استهداف يعني مراكز أو مواقع في الجنوب اللبناني في القاع على كامل تقريبا الجغرافيا اللبنانية وفي الكولا بيروت في الباشورة، وتأتي ضرب المصنع واستهداف طريق يعني لنقول في هذه الاستراتيجية التي تريدها إسرائيل من خلال فصل المناطق اللبنانية عن بعضها عن الجنوب البقاع عن داخل اللبناني، وأيضا من خلال قطع ضرب المصنع قطع الطريق عن لبنان، فصل فرض حصار لنقول على لبنان، قطعت على المدنيين الذين يريدون الخروج من أو يعني الخروج من الجرائم، الهرب من الجرائم الإسرائيلية، فبالتأكيد أن توصل رسالة إلى الشعبين السوري واللبناني أن هذه الجرائم تطالهم سواء كانوا في لبنان أو في سوريا. طريق أيضا رأينا الضربات أيضا سوريا في دمشق وفي ديماس وفي يعفور وفي عدة مناطق يعني في سوريا، فهي رسالة إلى الشعبين السوري واللبناني بأنهم ليسوا بأمان، وتحديدا النازحين يريدون الخروج من لبنان إلى سوريا كمنطقة آمنة لهم، فبالتالي أن تقول لهم بأن يمنع عليهم تفرض حصار إنساني لمن يريد الخروج، تغلق المعبر الإنساني الحيوي، وأيضا تقول تحت تبريعة بأنه منطقة مكان لعبور السور، والكل يعلم بأنه لا يمر عبر المصنع يعني طريق المصنع تحديدا هو معبر للإنساني لنقول وللمسافرين ما بين البلدين ولنقل البضائع إذا كانت غذائية أو غيرها يعني بما يتعلق بالتجارة
مشروعه بين البلدين، وبالتالي هذه الضربه يعني هي قطع اوصال لبنان، فرض حصار على لبنان، وهي تكون يعني جريمه حرب تفرض اليوم، وتكون يعني تكون في باب جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل ضد اللبنانيين، وتحديدا بفرض الحصار عليهم وقطع اوصال لبنان وقطعها عن العالم الخارجي، لنقول اكثر، كما قطعت غزه سابقا، كانها تريد تطبيق السيناريو الذي فرضته في غزه، اليوم تريد تطبيقه على لبنان. إسرائيل تبرر نعم. الأمر بقطع الإمدادات لحزب الله أيضا. نعم، هي تقول تحت ذريعة، هي تقول بأنه ذريعة لقطع إمداد حزب الله، إمدادات السلاح إلى حزب الله، يعني الكل يعلم بأن طريق الإمداد لحزب الله إن كان موجود طريق بري فهو ليس طريق المصنع، طريق المصنع يعني معروف هو طريق للمسافرين وهو للتجارة المشروعة فقط إذا كان هناك مواد غذائية، وبمعظم الأحيان يعني لا يكون هناك حتى مرور لشاحنات البضائع، هي دائما تكون للمرور السوريين إلى لبنان أو اللبنانيين إلى سوريا فقط، أو السوريين من لبنان إلى سوريا، وهكذا يعني للمدنيين فقط. فهذه الذريعة التي تقول بها بقطع إمداد حزب الله هي ذريعة، كما تقصف بيوت المدنيين سواء في الضاحية أو في الجنوب أو في البقاع، وتقول بأنها أماكن بأن الأسلحة موجودة بهذه المنازل، ولا أعتقد يعني لا أكاد أجزم بأن المنازل خالية من هذه الأسلحة، كما طريق المصنع اليوم خالي من إمدادات كما يقول إمداد لحزب الله، وليس بطريق إمداد لحزب الله، هو طريق حيوي للبنانيين والسوريين، وهي تريد من خلال هذه الذريعة إطباق الحصار على لبنان وعلى اللبنانيين تحديدا، ولضرب هذه البيئة وضرب التماسك المجتمعي اللبناني، ولتريد أن من خلال هذه الجرائم الحرب التي ترتكبها في لبنان تريد ضرب هذه البيئة، وأن يعني نقول بأن تدب الرعب بداخلها والذعر، ومن خلالها تكون نشر الفوضى التي سابقا قالت عنها كونداليزا رايس بالفوضى الخلاقة، قال عنها نتنياهو اليوم فرض شرق أوسط جديد، فهو بمزيد من الجرائم التي يرتكبها ليس إلا يعني، والجميع يعلم بأن طريق المقاومة وإمداد المقاومة أو إمداد حزب الله الذي تقول عنه هو ليس بطريق المصنع، يعني هناك طرقات فرعية أخرى، ربما لا أعلم، لست بخبيرة عسكرية بهذا الموضوع ولست بخبيرة بما يتعلق بخطوط الإمداد، ولكن ربما هناك طرق فرعية ليس هذا الطريق الحيوي، يعني من المستبعد أن تقوم سواء الدولة السورية أو الدولة اللبنانية التي متواجدة على أيضا من الطرف الآخر المصنع أو الطريق الجديدة أن يعرضونه للخطر بما يتعلق بالإمداد يعني لحزب الله، إن كان هذا هناك طرقات للإمداد لحزب الله. التأثيرات الإنسانية المباشرة على المدنيين كيف ستكون؟ على المدنيين التهديدات، تأثيرات التداعيات، التأثيرات المباشرة، نعم، هي تريد من خلال هذه الضربات إثارة الرعب لدى المدنيين بأن لا مهرب لديهم من الموت، فبالتالي لا خيار سوى الفوضى، الانتفاضة، تريدهم أن ينتفضوا على بيئتهم، يعني خاصة جمهور المقاومة، جمهور الحاضن لحزب الله، تريده أن ينتفض، تريد أن تثير الرعب والذعر وأن الموت يلاحقهم بكل مكان من خلال الجرائم ومن خلال السيناريو الذي طبق سابقا ولا يزال في الذاكرة الحية ولا يزال مطبق في غزة، تريد فرضه وتطبيقه على لبنان، وأن تقول لهم بأن لا خيار لهم، لا البحر من أمامكم والعدو من خلفكم، يعني كما يقال تريد من هذه الجرائم ضرب النفسيات والمعنويات لدى اللبنانيين، ضرب المجتمع اللبناني، خلخلة هذا المجتمع وخلخلة هذا التماسك الذي رأيناه في المجتمع اللبناني منذ بداية الاستهدافات في البيجر وفيما بعدها الأجهزة اللاسلكي وما بعد الاستهدافات في الضاحية واغتيال السيد حسن منصور الله، وفيما بعد كل ذلك تحاول من خلاله ضرب هذه البيئة، ضرب المجتمع، إثارة الرعب عبر فرض المزيد من الجرائم، يعني وكل جريمة تريد أن تقوم بها تريد من خلالها استهداف النفسيات والمعنويات لدى المدنيين، وأن يكونوا بلا أمان، هي تريد فرض اللا أمان هذا من خلال يستثمر نتنياهو في سياسته و
ويريد أن يقول أمانكم من أمان المستوطنين في الشمال، وبالتالي إعادة المستوطنين في الشمال قبيل إعادة الجنوبيين. ربما يريد من خلال هذه الفوضى التي يتبعها والجرائم التي يرتكبها يريد أكثر من ذلك إفراغ منطقة الجنوب إلى ما جنوب الليطاني من السلاح حزب الله، يريد فرضها منطقة آمنة، ربما ربما من خلال ما يريده إيصاله بالمعابر الحدودية، ربما يريد أن يقول بأن هذه الطرق الحدودية برمتها من على حدود لبنان، كلها سوريا على حدود لبنان، يريد فرض رقابة دولية، ربما يسعى إلى ذلك من خلال ضربه للمصنع وربما معابر أخرى يقوم بضربها، ليقول بأن هذه المعابر هي توصل الامداد لحزب الله وبالتالي لابد من فرض رقابه دوليه. وهذا يعني ما يسعى نتنياهو الى فرضه، ولكن لا اعتقد امام قوه اليوم واستبسال المقاومين وقبيل حزب الله كانت هناك مقاومه وطنيه موجوده يعني، ولا تزال موجوده، هناك جبهات اسناد لا تزال موجوده، فبالتالي يعني التصعيد موجود، السيناريوهات كلها برمتها مفتوحه اليوم، ولكن ما يريد من خلال هذه الضربات استهداف المصنع تحديدا والمعابر السوريه، ليقول للعالم رساله الى الولايات المتحده الامريكيه ومن خلفها الغرب الاوروبي والراي العام بانه هو لا يستهدف مدنيين ولا يقطع الطريق على المدنيين بهذه الجريمه التي قام بها من خلال فرض الحصار، وهو يعني بالقانون الدولي الانساني وقانون الحرب الذي يسمى من غير المسموح ان يقوم بهكذا ضربه، ولكن يريد تحت ذريعه القول بانه هذا معبر لامداد حزب الله وبالتالي حزب الله يهدد امنه وبالتالي يعني وغيره من ما يحاول زرعه. طيب دكتوره، التاثير المباشر على النازحين واللاجئين كمان كيف راح يكون بعد استهداف معبر المصنع؟ النازحين واللاجئين السوريين ام اللبنانيين حاليا؟ الاثنين، لاني السوريين واللبنانيين عم ينزحوا على سوريا ويلجؤوا. للأسف يعني الاستهداف كما قلت يعني أعود وأكرر، الاستهداف هو لهذه البيئة، لا أمان لديكم، بما أن المستوطنين في الشمال لم يعودوا إلى الشمال وإلى الآن لا يزالوا لا يشعرون بالأمان لمسافة أكثر بعمق أكثر من 15 كيلومتر، بما أن الصواريخ اليوم الحزب الله والمقاومة الصواريخ اليمنية والعراقية وأيضا الإيرانية لا زالت تستهدف عمق الأراضي المحتلة في تل أبيب وفي حيفا وفي يعني مناطق داخل العمق كإسرائيل، فبالتالي يريد أن يفرض هذه القاعدة الردع التي يعني يقول أن المستوطنين والمستوطنات ليست بأمان والمدن بين مزدوجين الإسرائيلية ليست بأمان، فبالتالي السكان اللبنانيون ليسوا بأمان وأيضا السوريون ليسوا بأمان. يعني هنا يعني لطالما كنا نستمع إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية بما يتعلق بالنازحين السوريين اليوم، لطالما كنا نستمع إلى أقاويلهم ومناشداتهم والجمعيات الـ NGO وغيرها بحماية هؤلاء النازحين السوريين تحديدا، وكما رأينا يعني مسبقا تقرير عن Human Rights Watch عندما قالت بالمعاملة اللبنانية الغير سليمة مع النازحين السوريين وأيضا المعاملة القبرصية، وأذكر كنت معكم على يعني بمداخلة، فأين أصواتهم اليوم بما يتعلق بالنازحين السوريين؟ لم نعد نسمع أحد لا الأوروبي ولا منظمة حقوق الإنسان ولا هيومن رايتس ولا أي أحد يتكلم، لا نقول عن النازحين اللبنانيين، عن النازحين السوريين تركوهم بمصيرهم اليوم في لبنان، طالما اليوم إسرائيل حامية للمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة، هي من تقوم بالضربات والجرائم، فبالتالي لا ضير إن كان نازح سوري، بالأمس كانوا يناشدون الدولة اللبنانية لسلامته وحمايته وغيره الكثير، ويقول بأنه يتعرض إلى الجرائم وغيره من الأقاويل التي كانوا يقولون بها. اليوم لم نسمع أي أحد يتكلم لا بالنازح اللبناني، واليوم هناك نازحون كثر، بالنازح السوري هناك نازحون كثر لبنانيون تجاوزت أرقامهم أعتقد 1 مليون ربما من الجنوب والبقاع والضاحية، واليوم يحاول تهجيرهم من بيروت إلى بيروت، فبالتالي يعني وضع أكيد وضعهم مدري، ولكن يعني باتت واضحا الزيف المزاعم الغربية والأمريكية التي تقول بحقوق الإنسان، اليوم فعليا كنا نقول كشف القناع في غزة، اليوم فعليا سقط القناع وفضحت وباتت الأساليب فاضحة وواضحة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي برمتها المنادي بالديمقراطية، اليوم سقطت هذه الديمقراطية أمام هول ما نجده من الجرائم
إسرائيلية سواء في غزة أو في لبنان وحتى في سوريا. هل الوقت المخصص في الحقيقة كان عندنا سؤال حول أهمية مبادرة الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوريين، وأيضا بالتأكيد باختصار هناك استقبال لبنانيين أيضا. باختصار نعم باختصار يعني عول عليها بالنهاية، هي كلها أراضي سوريا، الجميع السوريون من يستطيع المساعدة والمساندة يقوم بذلك، فبالتالي بالتأكيد يعول عليها، وبالتنسيق مع ربما يكون أفضل بالتنسيق مع الدولة السورية، ولكن يعني بالتأكيد أي أحد يستطيع المساعدة، هذا ما تربينا عليه واعتدنا عليه كسوريين في على كامل الجغرافيا السورية من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها. جزيل الشكر فيعطيكم ألف عافية. وإياكم، جزيل الشكر من بيروت الدكتورة سماهر الخطيب، دكتورة في العلاقات الدولية والدبلوماسية.